السلام عليكم، كي داير الاخوان؟ لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير، صحه لاباس. واخوتي شحال من واحد طلب مني باش ندير جوله في شطر 8. صراحه طلبوها بزاف ديال الناس وما بغيتش نخسر لهم خاطرهم. غادي نمشي للشطر 8 انا. يلاه دروك جيت من الخدمه، كنت بغيت ندير قهوه وانا نقول بلاتي نجيب واحد القسيم ولا قسمين ندير لهم خاطرهم، لانهم راه يبقى فيهم الحال. غادي نمشيو للشطر 8 الصراحه. راه ما نكذبش عليكم، الحدود ديال الشطر 8 بالضبط راه ما عرفتهاش، ولكن غادي نجيبو فيها دويره ان شاء الله ونعطيكم بعض الاشياء. انا عارفها ولكن ما عارفش بالضبط الحدود ديالها 100%. بالنسبه للشطر 8 اهم ما تيميزو هو داك الجمع ديال امينه، هو اللي تيجي ميزو، وفي واحد حسين صغير باقي ما بلونسيش مزيان، ولكنها بدات تتحرك. تنظن بان احنا دابا اظن اننا دخلنا دابا للشطر 8. هذه بدايه ديال الشطر 8. نتوما شفتوا المنطقه تاعي زوينه مروجه وفيها سيسان كبار وصغار، هي بحال جميع الاشطور تاعي بدات تتعمر. نتوما عقاقير مسجد أمينة قريب افتتاح عيادة الطب الأطفال. هانتوما هو المسجد ديال الأمينة، شتيه؟ بالنسبة لمسجد أمينة هو اللي تقريبا عطاها واحد هو مسجد ديال أمينة، وهذا حي صناعي. هذا اللي موراه حي صناعي صغير بسيط، وكاين قدامهم اللي حتى هو حي صناعي. هذا حي صناعي فيه دي لو كبار، فاش نقولوا حي صناعي واير فيه لي لو كبار، وتنظن بان لا طونسيون ديال الضوء اللي عاطينو في اللي عاطي اللي مخرجي لها تكون كبيره. هذه حتى هي هذا اللي بنت هما سيسان طوبيس 12/6. السيد اللي دار السيسان 12/6 تنبغيو نشكروه بزاف، تنشكروه بزاف دو تيل فاسو ان خصنا نديرو هذاك الشكر، نديروه سالبا، نديرو ليه ناقص، داك الشكر ناقص. نشكروه بزاف ورجعوه سلبي تحت الصفر، لان هادوك راه ما كاينش شي واحد حتى من صورت تنظن متدمر من هاد الفكره هادي اللي دار هاد السيد هذا مول فكره 12/6. ما عرفوش كان ناعس ولا كان بحراب ولا ما ناعش، يمكن كان ما ناعسش، كان سهر بزاف ومباشره من بعد السهر جا هو يدير 12/6 مباشره، كي كمل السهره ديالو وهداك الشيء، ومع 3 الصباح ولا 4 الصباح وجا لدارو بدل حوايجو ويجي للخدمه وهو يدير 12/6 تنظن. فاش دار 12/6 ما خلاهاش هكاك، لا، وطيح عليه واحد فكره خطيره، هو يدير جرده لقدام، دار جرده لقدام في الباب، ومن بعد فاش دار جرده لقدام ما كفاتوش، ويقول اش ندير ما ندير، هو يدير لاكور، ويدير لاكور دار فيها 82/82. يعني هذا ما عرفش، هذا اللي علمنا حي صناعي تا هو. انتم هادي البيع جوج مكازات وجوج بارطمان في السطح صفر، كذا ما كذا كلشي بغا يبيع. قلت لكم ما كفاتوش هذيك الجرده اللي دار القدام عند الباب ف52/50، وهو يدير ديك لاكور دار فيها 82/82. هذا غالبا غيكون ما تحملش هاد الناس اللي بغا يجيو لطمنصور، غالبا ما تحملهمش، وكون تيقن الشريف بانهم تا هما ما تحملوكش. دابا منين درت هاد اللعبه تا هما ما تحملوكش، تا هما تيقولوا ودي انت الله عمر هذا، الله يعطيك الصحه، الله يعطيك الصحة. إلا درنا هاديك الدعوة القيمة المطلقة كتولي الله يعطيك الصحة، درنا لها لا فالور ابسولي، راه الناس ديال المط عارفين هادشي. فاش نديرو شي حاجة تا
تنديروا لها القيمة المطلقة كتولي موجبة بزاف. ايوا اش غادي ندير، هادو هنايا سي تجاريا زوين، تحرك هاد المنطقة غادي يكونوا زوينين. وتنظن بان راه درنا لكم خاطركم اصحاب الشطر 8، ان شاء الله عما قريب غادي نديروا واحد فلوق على الشطر 6، لان تصحاب الشطر 6 تيقولوا لي لا دير لينا فلوق على الشطر 6، غندير سيدي فلوق على الشطر 6، حنا دازين لنا في الشطر 8. هادي ما عرف بغا يديروا يمكن البالموري هنايا، هذيك النخيل بحال النخيل، بيديروا الجولف يمكن هنا ولا ما عرفتش بيديروا الجولف. قول لي خاصنا غير الجولف، فمن صوت خاصنا الجولف هو اللي بقى خاص، كل شيء كاين الحمد لله، خاصنا الجولف، لعبوا الجولف والتنس والفروسية، هادو ثلاثة خاصين تمنصور الصراحة. الناس ديال تمنصور متدمرين لأن ما عندهمش الفروسية وما عندهمش، زعما الصراحة خاصنا الفروسية، وكاين الناس قاعد تيديروا الفروسية كل صباح، كنشوف الفروسية فاش يبغيو يركبوا في الطاكسيات وتشوف الفروسية ديال بصح، والله ما كاين غير يركب على هذا يركب على هذا، شي تيركب فوق شي مساكن. فروسية فيها شي شويه ديال الكيك بوكسين مع الطاي بوكسين مخلطه، داخل فيها شي شويه ديال الجيدو والايكيدو، ما عرفوش الايكيدو ولا اللايكيدو، اللايكيدو زعما الله يعاونك الله يعفو علينا من الصوت. هذه مدرسه خصوصيه مؤسسه رياض المعرفه، تعاودوا على زوينه تيقول الناس تيقريو وليداتهم في العمومي. هذه اللي قدامنا إقامة ديال الدرك الملكي، ما غاديش نصوروها، ما عرفتش واش يجوز او لا يجوز، حنا دابا تنظن بان سالينا هاد الشطر 8، غادي نمشيو من مورا الإقامة ديال الدرك الملكي، ندير لكم واحد دابا فاش تجي من مورا الشطر 8 كتلقى هاد السيسان خاويين، تنظن هما اليوم شارينهم ومخلينهم، خلينهم حتى مخلينهم لولاد ولادهم، باش في ولاد ولادهم يكبروا يلقاو السيسان موجودين ويبنيو فيهم. وديروا للناس هنايا في تمنصور، ديروا ليهم جيبوا الشركات وتفرج، والله حتى تعمر من صورت، والله لا قديتي تحط رجليك فيها، دير لهم غير العمل، دير لهم غير الخدمة، ولا دير لهم حتى حاجة أخرى، دير لهم غير الخدمة. شي لا بنادم خدام راه يشد الطوبيس ويمشي لمراكش يداوي ولادو، راه الخدمة تتمثل تقريبا نقدر نقول لك 60% 80% ما عرفش تقدر أنا تندور في هاد الفيراجات، تفكروني بفيراجات ديال التيشكا. هادي لوطوروت اللي جاية من الفوق، هانتوما لا طونسيون ديال الفوق، هادي اللي جاية من الفوق، جاية من البداية ديال تمنصور. أو تنتمنى راه شوف الناس ديال تمنصور ما تقنطوش، راه باقي عندها مستقبل، للأسف جاي بشوية ببطء، ولكن راه غالبا غادي يجي شي واحد اللي غادي يدير واحد الثورة. هذا اللي كاينين دروك داروا الثروة، ولكن هادو اللي غايجي ان شاء الله غايدير ثورة في تمنصور، غادي يبدلها يعني بطريقة جذرية، كونوا على يقين. دابا تشوف هاد السيد اللي مقابل هاد الدار ديال الطراب اللي قدامنا، يمكن ما بغاوش يخليهم يعوضوهم، ما بغاوش ما قبلوش التعويض، وراه باقي تما كاين. هي هادي طريق، هادي طرود خارجة حتى الطريق الكبيرة، دابا نورمالمون راه غادي هاك هاد الدار اللي قدامنا، تنظن بان ما قبلش التعويض، غيبقاو معاه حتى تيقبل تيسلم. هادشي هاد الدار هادي ديال التراب،
دي رومبا لا طونسيون ديال لا رومبا على وراء الاقامه ديال الدرك الملكي. بصراحه والله الا شتي هاد الجندارم اليوم الضغط بزاف مساكن وراه بريغاد وحده وتمصورس كبيره وشاده ماشي هي تمصور شاده كلشي شاده هي تمصور غاد قد عليها وشاده تمصور وما اشتي هذاك خارج ناطر ما شافني كاع فاش جات ليه ديك الطاط وي ديك قلت ليه كوني كانوا شادين غير تمنصور بوحدها هاني وين شادين حتى الدواء وير اللي محيطه بتمنصور هادشي باش ما عندهمش ما قدوش يكملوا يعني تقريبا عليهم الضغط لان خاصهم واش خاصهم ليفيكتيف واش خاصهم تمصوص خاصها البوليس من الاخر خاصها يدخلوا لها البوليس باش هما يتكلفوا غير بالدواوير باش يبقاو لهم الدواوير يتكلفوا بهم ديك الساعه راه غادي تنقص عليهم 50% ديال الخدمه 50% ديال الخدمه غادي تنقص عليهم في حاله ما تكلفوا بالدواوير. المهم دابا درنا لكم هذه الجوله وعلقنا شي شويه انا دابا راه غاديين مع الطريق اللي طالعه في القد ديال تمنصور مع لا طونسيون طالعه هذه المدرسه ديال الجندارم هذيك اللي كانت اقامه ديال الجندارم هذه المدرسه ديال الجندارم المدرسه راه غادي تحرك مزيان السيكتور وراه داروا هنا صراحه جات مزيانه بالنسبه للفلوقات راه قررت انني نحاول ندير فلوقات اخرين على بعض المواضيع اللي على مثلا غادي نختار مواضيع عامه تثقيفيه وعندي نهضر عليها نعود نوجد عاود ما ندير مثلا فلوق اولا جوج دابا لان تقريبا تم صور ثالثه قالت لي شطر 6 باش يبقاو هذوك الناس على خاطرهم حتى هما بطبيعه الحال يبقى فيهم الحال الا ما درتيش لهم الدارتيكولا تم صور هما مخالطين معاك وما ديرش لهم على السيكتور ديالهم غادي يبقى فيهم الحال لهذا غادي ندير على الشطر 6 وغادي نكون ساليت تمن صوص هنا هذه السويقه الثانيه العالميه نتوما شي كيشتو راه لا تحيدوا عن المبدا انتما الى داك الشيء تكلمت عليه راه انتما واش هذه عمارش التعليق لكم ما عرفتش شنو هاد العجب هذا والله ما عرف ملي تمشي دير يدرك على راسو من الشمس وصافيتي يعني السوق اللي كنت هضرت عليها راه ماشي من فراغ هذه السوق الثانيه هذه اللي كاينه في الشطر واحد حدا الفيلات اللي حدا اللي مورا مدرسه ولي العهد تشكركم بزاف تشكركم على المشاهده وتنتمنى اللي ما مشتركش يشترك واللي عنده شي تعليق يديرو واللي يعجبو المحتوى يدير جيم واللي ما عجبوش المحتوى يدير ديسلايك لا اللي ما عجبوش المحتوى ما يديرش ديسلايك يقول لنا علاش ما عجبوش المحتوى وسيدي نبدلوه ونغيره كاين واحد الاخ قال لي حاول تهضر بالزربه قلت له ودي راه ما يمكنش راه كل واحد والطريقه ديال الكلام ديالو كاين اللي تيهضر بالزربه كاين اللي تيهضر بالزربه راه تيمشي بالزربه وتيسوق بالزربه وتيوقف بالزربه وتيهضر بالزربه وتيجلس وقف ويجلس بالزربه يتلاقى معاك ويسلم عليك بالزربه انا الطريقه ديالي في الكلام هكا داير حتى في الحياه عايش بشويه وتمشي بشويه وتنسوق بشويه واخذ من كل حاجه شويه هذا اللي كان
كنشكركم بزاف. ودابا راه تقريبا سديت الدورة من هنا تقريبا منين بديت، كنظن من هنا منين بديت. وشكرا، دابا راه غادي نمشي ندير قهوة بحكم العمل داكشي ساليتو. ساليت العمل وجيت بين ندير قهوة ودرت لكم في هذا الفلوق، وعاد وعندي دابا قهوة نديرها في ستاسيون. ليه ستاسيون صراحة علاش نمشي ليها؟ نمشي ستاسيون شيل تنجلس تما تندير قهوة وتن تنتكالما. نقول لكم صراحة انا عزيزي نجلس بوحدي، تنجلس بوحدي تنتكالما، عزيزي الكتابة تنكتب بعض الصحف الإلكترونية، تنكتب لهم مواضيع وداكشي. انا عندي النقاط كثيرة وتنكتب لهم مواضيع وتنكتب وتنصيفط لهم المواضيع تيتنشروا. دابا راه جايب الوراق وجايب الستيلو ديالو، واحد الستيلو راه الستيلو راه شاريه ب 15 درهم. الستيلو زوين في الكتبة، الطريقة باش يكتب داكشي ربيع. نوري لكم القهوة فاش نوصل لها. فاش نقول لكم بان انا عزيز عليا نجلس بوحدي، هذا ما تيمعنيش انني ما عزيزش عليا نجلس مع الناس، لا عزيز عليا نجلس مع الناس غير وكان في الغالب تنبغي نجلس بوحدي في الغالب، لانه بعض المرات تجلس مع الناس مواضيع وداك الشيء كل واحد والمواضيع اللي عزيزة عليه. وانا مرة تنجلس مع الناس بحال هكا تنريح مع الاصدقاء وهداك الشيء. البارح حنا كنا خارجين درنا واحد الخريجة، درنا خريجة اللي سموه السلام عليكم، درنا خريجة لواحد الفيرما عند واحد السي عند واحد الصديق وتغدينا تما. كاين انتوما ديك التريبورتو اللي قلت لكم ترونسبور، وهذا اللي كنت هضرت لكم عليه، الطاكسيات ديال التمنصور هما هادو، وهادو اللي كنت قلت لكم عليهم. قلت لكم هاي القهوة شيل، هي دابا بالنسبة لي هنا قهوة، هنا قليل تجي لها قليل تعرفها، تجي تنتقهوى فيها. هاهي قدامكم، هاهي شتي القهوة، هادي هي القهوة، القهوة وتنتقهوى وتنتكلم مع راساتي. وشكرا على المشاهدة، تنتمنى يكون الفيديو يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله.